على متن هذه الدراجة المهترئة التي تنقله كل صباح، وهو يحاول جاهداً الوقوف حاملاً جسمه إلى مرآبه ليباشر تصليح الدراجات النارية. إنه عامي جمال طبيب الدراجة النارية بعين تيموشنت. أنا عندي كابي بصح عندي الإرادة تاع خدمة، كوراج تاع خدمة. أنا كان جمع ما نقدش نجمع هكذا، أنا كتشتتني لاتروس ما قديش حتى داويت عليها لاتروس هكا وبزاف شتتني. الاحترام المتبادل وطيبة عمي جمال في تعامله مع زبائنه جعلته يكسب ثقة الصغير والكبير. ينوض ما يقاش بصح الخدمة تاعي يخدم. لا موتو ينوضها لا الخدمة يخدم. أنا مبرين صوري طالع عنده. باش نخدم لا موتو. واحد يعطي 10,000 واحد يعطي 20,000 واحد. يخدم غاية كونفيونس. البري يخدم لنا ناقص. مسكين عندك تخدم ما عندكش تخدم. وكما تعرفوا الناس قاعدة تسقسوا عليه هنا في السلوكة يعرفوا. أما عندي موتو هنايا نخدمها عنده. ديفو يجبده يجبده. طلبوا بالسلطات يعاونوه يزيدوا فيه باش يعدوا له الكراج باش يقد يزيد يتخدم ويخدم. متحديا جميع الظروف ومرودا ليداه اللتان لم تعد تطاوعانه، يبقى حلم عمي جمال هو توفير المستلزمات لمواصلة مهنته. حتى لي بياس ما عنديش، دوك الكابي هو التالي ما كانش، الله غالب ما لحقتش. دوك نصوره في النهار على وليدتي ولا في الليل. هكذا تتكرر يومية عمي جمال مسيرة 40 سنة والتي اختار أن يكون عنوانها التحدي.